موعد مباراة الزمالك ومصر المقصة بالجولة العاشرة من الدوري المصري اليوم الخميس 28 يناير 2021، والقناة الناقلة ومعلق المباراة. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة أخبار توب. نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة الزمالك ومصر المقصة التي ستقام اليوم بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، حيث تنطلق المباراة اليوم الخميس 28 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر والثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة اون تايم سبورت اتش دي بتعليق حاتم بطيشة. ويدخل فريق الزمالك هذه الجولة وهو بالمركز الثاني برصيد 20 نقطة، كما يدخل فريق مصر المقصة هذه الجولة أمام الزمالك هو بالمركز السابع برصيد 13 نقطة. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير،